اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت. هنتكلم عن اهم نقاط الضعف والقوه الموجوده في نادي الاتحاد السكندري. ولكن قبل ما اروح لزكا دكتور الاول الحمد لله تمام. ولكن خلينا نقول التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني باك يمين، علي معلول باك شمال، ايمن اشرف وسعد سمير اثنين قلوب دفاع، اثنين في وسط الملعب اليو ديانج وعمرو السولية، ثم ثلاثي احمد الشيخ، محمد مجدي قفشه، وحسين الشحات، وفي الامام جونيور اجايه. ده التشكيله الرسميه للنادي الاهلي في هذه المباراه. شريف اكرامي ومتولي ومحمد هاني وحسام عاشور وجيرالدو ووليد ازارو ووليد سليمان هم في الدكه البدلاء. خليني اقول لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الاهلي مره اخرى: محمد الشناوي وعلي معلول وايمن اشرف وسعد سمير ومحمد هاني، اليو ديانج وعمرو السوليه بيعود مره اخرى لاثنين في وسط الملعب، حسين الشحات، مجدي قفشه، احمد الشيخ، جونيور اجايه.